حتى ونفوزوا ب15 مباراه ونفوزوا ب30 مباراه، اهداف الفريق راح تبقى دائما ضمان للبقاء. احنا اول موسم بدايه صعبه متاخره في التحضيرات بدون مباريات وديه، شفت كيفاش جينا من بعيد. الحمد لله اليوم ربي كرمنا، نشكر ربي الحمد لله لنا بالعمل بالجهد نتاع كل المكونات النادي، جاونا نتائج، ولكن نبقاو دائما احنا اتحاد خنشلة نلعب على ضمان البقاء، نربح اكبر عدد ممكن من النقاط لان هذه رابطة اولى محترفة ما عندناش خبرة كبيرة فيها. راح تشتد مع مرور الجولات، راح تصعب مع مرور الجولات، والمهم اننا اليوم نمشي مباراة بمباراة. من بداية الموسم بداية مجينا وبدأنا فترة الاعداد، واحنا عارفين ان كل المباريات بالنسبة لنا صعبة، بنقابل ظروف صعبة شوية. يمكن احنا قعدنا حتى فترة الاعداد تقريبا شهرين، منهم شهر وكنا بنشوف ناس وناس بتيجي وناس بتمشي، ودي صعبه جدا في الكوره. عامل الوقت ما كانش في صلاحنا شويه. بالنسبه للمباراه الجايه، احنا كل مباراه بالنسبه لنا مهمه، في مباراه صعبه شويه، لكن شايف ان حتى مباراه قسطنطينة كنا احنا الافضل طوال المباراه. قله الخبره اللي موجوده ان احنا نقدر نحرز هدف، فده فرق معانا كتير جدا. نفس الشيء النهارده، شايف ان احنا كنا افضل طوال المباراه برده، يمكن ضيعنا اكتر من هدف في الشوط الاول. تاني الكرة، الخبرات في الكرة مهمة جدا، وده يعني واضح معانا احنا بشكل كبير قوي.